السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم معايا النهاردة فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون صواني قديمة بجددها. في ناس عجبتهم الصواني اللي أنا عملتها الجديدة، فحبيت أشوف إيه صواني اللي عندي اللي هي خلاص يعني زهقت منها أو مش عاجبني شكلها، وحاولت ان انا اجددها. شلت الحاجة اللي عليها وعملت بلاستيك ابيض. بقول لكم ان مفيش حاجة بتبوظ. عملت هنا درجتين، درجة الابيض اهي ودرجة الجراي الفاتح قوي. حبيت ان انا احط عليها منديل، منديل شكله حلو قوي عجبني، جالي هدية، فحبيت اخد درجة الجراي اللي فوق هنا واعملها فوق، علشان انا هسيبها زي ما هي كده فاتحة، هخلي زي كأنها ليها كنار كده، شكل بقى اللي هي الحديقة مثلا بتاعت القصر. وهنا هخليها ابيض بس، يدوب الاطار بس هو اللي هلونه خلاص. طبعا احنا عارفين المناديل عملناها مع بعض كذا مرة او اكتر من مرة، بنشيل الطبقة اللي جوه اللي ورا، بس حاسة ان في طبقة تانية، حاسة ان في طبقة تانية لسه عايزة تشيل. اوكي هحاول كده معاها، انا بحب انفخ فيها كده فبتطلع معايا. احيانا بحب اعمل فيديوهات بسيطة عشان قناتي تكون منوعة للناس البروفيشنال، يدخلوا يلاقوا كل اللي هم عايزينه، والناس اللي هم مبتدئين او مبتدئات لسه يدخلوا يلاقوا اللي هم برضو محتاجين. اوكي فاشيلت اهو، فضلت معاها لغايه لما اشيلها، طبعا ما يقاسش واعملها لان دي ممكن تبوظ لي الدنيا. بالراحه جدا كده، احنا قلنا ايه، بنقعد ندلع في المناديل الطفل المدلل بتاعنا ده، ماشي. هثبته بالطريقه اللي انا عايزه، احطها كده، اظبط حاجتي واجيب الورنيش والفرشة تكون ناعمة، وابدأ اخد بسم الله والزق، اخلي على طول الفرشة مليانة علشان ما تتقطعش او ما يتقطعش المنديل. طول ما فرشتي يا جماعة مليانة ورنيش وناعمة، المنديل هيتلزق حلو قوي. خلاص، في ناس بقى بيحطوا شيت كده ويعملوها، انا بحب استخدم ايه، ايديا، الايد كده بتبقى احن بكتير. خلاص حاول اظبط بقى الحته اللي هنا دي عشان على الحرف. اوكي بسحب الهواء اللي تحت المنديل. خلاص بقى احنا متهيألي اتعلمنا الحته دي كويس جدا ازاي بنعمل المنديل، بس ده عشان مساحه كبيره لازم طبعا ايه افضل ماشيه معاه واحده واحده كده لغايه لما اطمن ان المساحه بتاعتي كلها لزقت ولزقت كويس جدا ومفيش تحتيها اي فراغات. خلاص هوريها لكم دلوقتي، مش هتلاقوا فيه اي كشكشة او اي فراغات. اوكي شايفين الجمال؟ طيب ادي دي صينية، في صينية تانية هاخدها هلزق عليها. عملت هنا طبعت على ورق مناديل بالطريقة دي، اللون هنا مصفر شوية بس انا هقفله يعني او هفتحه بالابيض، بس هلزق الورقة وبعدين او هلزق المنديل، طالما انا بلزق بقى هلزق وبعدين ايه بعد كده هعمل اللي انا عايزاه. اوكي دي المناديل دي طباعة مطبوعة،
بتاخد طبقة ورنيش كبيرة علشان هي بتبقى أخشن شوية من العادية. يعني شوف أنا حطيت طبقة قد إيه، ولسه كمان هبدأ أشتغل بإيديا كده عشان أثبتها. وطلع الهواء اللي تحتيها. المناديل بتبقى المطبوعة أخشن من الإيه، من اللي هي بتجاب مستوردة. فهنا الحتة دي مش عجباني، لازم إيه عدلها كويس قوي. خلاص طول ما الموضوع مليان بالورنيش اهي بملس عليه. ودلوقتي بعد ما لزقت المنديل ونشف كمان، ابتديت بقى هعمل التفنيشات بتاعتي. هاخد الفرشة وعملتها باللون الابيض بالشكل ده زي ما بنعمل كل مرة، علشان انا عايزة اخف اللون المصفر قوي ده. اديه بس درجة كده من الاوف وايت، وادي برضو شكل حلو لايه للخلفية بتاعتي اللي احنا عملناها. يعني بحاول ان انا اخف شوية الدرجة، بدي تشابيه حلوة او زي دمج الوان، بدمج بين الاصفر وبالدرجة الابيض الافتح. في حد هيقول لي طب انا كنت يعني اديت اللون اساسا افتح شوية. انا ما بحبش درجة اللون تكون موحدة، يعني تكون مثلا هي الاوف وايت وخلاص والزق الورقه. انا بحب اديها تاثيرات كده تبين لي ان في حاجه او في شغل معمول. اوكي مش درجه الابيض بس اللي هتكون موجوده، هاخد كمان درجه الموف وهدخلها في الاطار بس، مش اللي هو ايه الخلفية. الخلفية هكتفي بكونها كده. اوكي طريقة بسيطة جدا تقدري تغيري اي صواني عندك او اي حاجة انت نفسك زهقتي منها. او ممكن في ناس بيكونوا ايه في اول شغلهم، تفضلوا قهوة، في اول شغلهم بيكون ايه عملوا مثلا حاجات فيها غلطات او كده، فبتشيلي الحاجة اللي انت عملتيها خالص البوستر، بتصنفري، بتدهني البلاستيك الابيض اللي هو اللي احنا بنقول عليه التأسيس. خلاص وبعدين بتشوفي انت عايزه تعملي ايه. هنجيب دلوقتي الالوان بتاعتنا. خلاص ادي درجه الاحمر، هنعمل درجه الموف. ماشي هنعمل الموف اهي، هنحط الاحمر كده على جنب. انا عايزه حاجه بسيطه جدا، يعني انا مش عايزه تكون او الازرق اهو يعني كمية كبيرة، بس انا اقض بقى الازرق نزل كتير طبعا، فانا ايه هاخد اعدل بس الكاميرا. اتظبطي. طيب خلاص اهي ماشي. هاخد
شايفه ليه الاحمر بيبقى خفيف قوي كده. اوكي هنحمرها كمان شويه. ننزل بقى اللي فيها كلها. طيب هاجي دلوقتي بعد ما كوننا درجة المو، اوكي، همسح الفرشة كويس جدا لان انا عايزة برضو ايه تشابيح، مش عايزة لون يكون صريح، انا عايزة كنت عايزة الدرجة دي بالظبط وهي جبنة. خلاص هبدأ بقى، هنشيل دي كده شوية ونحط الصينية بتاعتنا، وابدأ بقى في الحرف نفسه بحرف الفرشة، وابدأ اديها درجة اللون الموف ده الحلو زي ما انا عايزة بقى، اتقل او اخفف براحتي. زي ما انتم شايفين كده ممكن يبقى فيه مثلا عندي اللي هو الخيط اللي هو الدبار، الفها على الايد ان حبيت، ما حبيتش هي كده شكلها حلو لان شكل الصينية نفسه مميز شوية كده. اداني اختلاف انا بحاول ادمج اللون، ما خلوش، مش عايزة اخليه يعني حتة فاضية وحتة مليانة، فبدي الخبطة دي تديني تأثير حلو جدا في النهاية. انا بقى بحب التأثيرات دي عن كونها مط او سادة من غير اي حاجة. اوكي ادي الاطار بتاعي بتاع الصينية هو عملته، ده اول شكل معانا للصينية. خدت من الالوان اللي في الورد نفسه وكونت الدرجات زي ما انتم شايفين. خلاص هاجي دلوقتي للصينية الجميلة دي، انا هنا لزقت المنديل ولونت نفس الدرجة بتاعت، جبت الدرجة اللي هي التركواز اهي. الدرجة دي مش عارفة اسمها ايه، تيفاني حاجة كده يعني، اللي هي عبارة عن ايه بقى، عبارة عن اخضر ونقطة ازرق وابيض وحتة بني عشان بقفل بيها اللون الفاتح بتاع الخضار. خلاص هاخد هنا درجة البيج، درجة البيج، وهبدأ اعمل بيها التأثيرات اللي احنا بنقول عليها. خلاص هبدأ التأثيرات بتاعتي هتبقى بالشكل ده، طولية او مش عارفة كده اسمها، بالعرض بقى كده، عرضية، ماشي بالعرض كده علشان ادي نفس التأثير بتاع البوستر نفس او المنديل نفسه. ده منديل، ده كان منديل. خلاص وبعدين هنا في برضو الاوف وايت فيدي شكل حلو قوي للصينية، اديها شكل جميل كده تكملة لإيه؟ لألوان المنديل. أكتر شوية باخد الفرشة وامسح بيها الطريقة دي،
هنا هحاول ان انا اكتر شوية البيج علشان يديني نفس الدرجة اللي تحت. ماشي، واخد بقى كده واقفل ما بين اهي، يعني ما عملتش فيه خط فاصل، وادخل على المنديل علشان يديني مفيش مثلا حروف ليه تبقى باينه. اوكي، زي ما انتم شايفين كده في حتت هنا زادت، هظبطها معايا الفرشه ومعايا نفس درجه اللون تاني اهي اللي هي التركواز، وابدا او اللي هو اللون التيفاني ده اللي احنا قلنا عليه، واخد اشوف مثلا ايه الحاجه اللي باظت مني او اللي كترت، انا اللي كترت دي بسميها باظت، وابدا ايه اطفيها شويه بشويه كده. شفتوا درجه اللون عامله ازاي؟ ما تعرفيش نهايه للمنديل ايه. خلاص هنكملها بنفس الطريقه دي كده، شايفين شكلها وشايفين جمالها، المنديل حلو قوي. خلاص، وهنبدا برضو هعمل نفس التشابيح دي هنا بالشكل ده، ناخد بقى البيج المره دي ونعمل نفس التشابيح دي كده، سهله جدا. اهم حاجه الفرشه تكون تمالي اقولها منكوشه كده وفيها درجة اللون. خلاص، تديك اللي هي بقى ايه الشعر بتاع الفرشة بيعمل لك التشابيح ده اهي، دي كده باين عندكم اهي. طيب دي كده خلصناها، التانية خلصت. تعالوا بقى ما نشوف الصينية الجميلة دي هنعمل فيها ايه النهاردة. الصينية دي هاخد درجة الموف وهحط له ابيض شويه علشان عايزه افتحها، وهشتغل الاطار كله بتاعها. خلاص، اخد درجه الموف درجه الابيض، وادي الموف علشان تديني درجه افتح شويه قريبه من الدرجه دي. خلاص، وهبدا اعمل بيها الاطار بالشكل ده، ممكن ادي احمر شويه. درجه الاحمر تخليها ايه نفس درجه الورد، وابدا افتح كده، افتح شويه فمديني درجه حلوه قوي. طبعا هنا الاطار مزخرف في شكله حلو. ماشي، طريقه بسيطه قوي، حطينا المنديل، ادينا الوان تمشي او تليق على المنديل نفسه. هنعمل الاطار بنفس الطريقه دي كده، طبعا هو هنا عمل كده شويه مني بس اصلحه او انزل بيه بالشكل ده عشان يديلي دمج. ماشي، خلاص هاجي هنا درجة الزيتي اللي معايا دي او الاخضر، انا هخليها زيتي بقى، هغمقها شوية. ادي حتة الاخضر صغنونة جدا، دي صغيرة. ماشي، رجعهم تاني. ايوه كده، عايزة حاجة بسيطة جدا، درجة اخضر، عايزة اعمل الزيتي البسيط اللي هو نفس الدرجة اللي هنا اللي عندنا في الصورة او في المنديل. بس كده، اوكي، هاخد بقى من الاتنين دول هنا، وهبدأ اعمل الحرف اللي تحت. ماشي، هنا زود حته اسود
الموضوع ممتع جدا، لان انا بحاول ان انا اجيب الدرجات اللي هي موجوده في المنديل، فدي بالنسبه لي انا بتبقى لحظه ممتعه جدا. ادي معايا المنديل اهو او صينيه، هبدا اقفل الحته دي بنفس الدرجات بالظبط وادخل بيها على المنديل علشان ما يعملليش فرق. اعمل كده كأني ايه، في زرع موجود، بص كأني في زرع موجود، تكملة للإطار اللي تحت. اظبط بقى، اعمل عملية الدمج اللي احنا بنقول عليها، بحيث ان انا ما ابينش ابدا ان في هنا حرف للمنديل، يعني بدمج بين الدرجتين. ادي فرشة اهي وفرشة، وبدمج بينهم هما الاتنين عشان ما بينش ان في حرف منديل. خلاص بكمل عملية الدمج هنا، وفي طبعا الحتة اللي قدامكم دي هنعملها. بص بالشكل ده، اوكي ادي شكل الصينية قدامي اهي. طبعا كل ده هندي فضي وهندي ذهبي، لسه التفنيشات في الأخيرة. خلاص طيب، أنا عايزة أوريكم بس الحروف. عايزة أخد فرشة فيها درجة الأبيض وأكمل هنا كده، أفتح إيه الدنيا معايا، أعمل كأن في بواقي او بقيه الزرع هنا. الشكل ده وافتح شويه وكده خلصنا الصواني بتاعتنا. عايزه اوريكم شكلها في الضوء، التشابيح اللي احنا عملناها اهي، درجات اللون اللي بيتكون منها المنديل. اهم حاجة مش باين حرف المنديل خالص، التكنيك مغطي. اوكي دي اول صينية عملناها مع بعض بالشكل ده، هنصورها صورة حلوة بلوكيشن جميل واعرضها عليكم. تاني صينية معانا هنا، اديت ذهبي على الايدين، التجاريح والتداخل الالوان ده بيدي شكل فانتج قديم، اتمنى تعجبكم. لزقنا المنديل زي ما انتم شايفين اهو، كانه مطبوع بالظبط، وعملنا الاطار الالوان المتداخله اللي هي بتتكون منها المنديل نفسه. طيب ناخد صينية كمان، ادي عملت لها هنا ستانسل تي تايم، ادي الالوان بتاعت المنديل والشكل النهائي للاطار.
تداخلات الالوان كلها اللي موجودة في اللوحة. انا بحب احطها في الاطار بالشكل ده. وفي هنا صينية كنت عاملاها من فترة قلت اضيفها برضو للكولكشن ده، صغنونة كده وجميلة. لزقت هنا البوستر وكونت تشابيح الالوان جنبيه، زودت بس عليها ان انا اديتها طبقة ذهبي وفضي على الايدين، شكلها حلو قوي. تكملت اللوحة كأنها فعلا واقفين في مكان كده في زرع. المهم عندي ان حرف الصورة او البوستر ما بيبانش. عملنا 4 صواني كده مع بعض تجديد، اختاروا بقى منهم الموديل اللي يعجبكم وينفذوه، ووروني بقى شغلكم واي سؤال او استفسار انا عنيا ليكم. وياريت بقى اللي ما اشتركش في القناة يشترك، وياريت تسيبوا لي كومنت حلو كده ولايك، لان انا بلاقي ان في 1000 مشاهدة و100 لايك، فمش عارفة ازاي يعني ليه بتبخلوا في اللايكات يا جماعة. ماشي، مرسي جدا، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. باي باي.